أمر أميري بالاستعانة بسمو ولي العهد لممارسة بعض الاختصاصات الأميرية الدستورية بعض اختصاصات الأمير الدستورية بعد الاطلاع على الدستور وعلى المادة السابعة الفقرة الثانية من قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد أمرنا بالآتي: مادة أولى، يعهد إلى سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اختصاصاتنا الآتية الواردة بالدستور بصفة مؤقتة طوال مدة العملية الجراحية المقررة لنا وإلى حين زوال العارض الصحي الذي ألم بنا. 1. تعيين الوزراء وقبول استقالاتهم. 2. اقتراح القوانين والتصديق عليها وإصدار إصدارها وردها إلى مجلس الأمة. 3. التصديق على المراسيم الأميرية وإصدارها. 4. إبرام المعاهدات الدولية وفقاً لحكم الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور. 5. إصدار المراسيم بقوانين وفقاً لحكم المادة 71 من الدستور. 6. وضع مراسيم اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ومراسيم لوائح الضبط واللوائح اللازمة لترتيب المصالح والإدارات العامة بما لا يتعارض مع القوانين. 7. اختصاصاتنا الدستورية في شؤون مجلس الأمة. 8. أداء الوزراء اليمين الدستورية والموظفين الذين تنص القوانين على أدائهم اليمين الدستورية أمام الأمير. 9. تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين لدى الدول الأجنبية وعزلهم وفقاً للقانون وقبول ممثلي الدول الأجنبية. مادة ثانية: على سمو ولي العهد تنفيذ أمرنا هذا ويعمل به من تاريخ صدوره ويبلغ به مجلس الأمة وينشر في الجريدة الرسمية. أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح صدر بقصر السيف في 27 ذو القعدة 1441 هجرية الموافق 18 يوليو 2020 ميلادية.